نتكلم معاشر الأحباب في هذا اللقاء عن عبادة لا تظنن أنها أخي الحبيب من نوافل العبادات. عندما نتحدث عن الأخلاق فنحن نتحدث عن عبادة هي أكثر ما يدخل الناس الجنة. إذا تحدثنا عن الأخلاق فنحن نتحدث عن عبادة هي أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة. نتحدث عن الأخلاق والتي ضمن لمن تحلى بها محتسباً بيت في أعلى الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أقرب الناس إلى الحبيب الصادقين في الحب أقربهم منزلاً ومجلساً يوم القيامة أحاسنهم أخلاقاً، الموطؤون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون. نعم أيها الأحباب، إن درجة أو إن حسن الخلق ليبلغ درجة الصائم القائم. فإذا أردنا أن نتحدث عن أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام فلنقل قبل البدء إن أصدق المحبين له والمتبعين لهديه والمقتدين أثره والمقتفين سنته إنهم أولئك الذين جملهم الله لا بجمال الخلق إنما بجمال الخلق، بجمال الخلق. وتأمل أيها الحبيب، الناس ليس لهم جمال ثوبك ولا حسن سمت ولا حسن صورتك ولا نظافة أردانك، إنما لهم حسن خلقك. ولذلك قال العلماء: إنما الدين خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. بل إن ترجمة الدين والتدين الحق مطوع صح مستقيم على الحقيقة ملتزم على الطريقة هو الذي عدل وقوم أخلاقه وفق أخلاق سيد الورى عليه الصلاة والسلام. أسأل سؤال وقد سألته قديما وأعيده: هل نستطيع أيها الأحباب أن نغير أخلاقنا، أم أننا لا نستطيع لأننا خلقنا هكذا وتطبعنا على هذه الأخلاق التي نحن عليها؟ هل يستطيع أحدنا أن يطلق وجهه، أن يكف أذاه، أن يبذل نداه؟ هذه أركان الأخلاق كما نص عليها عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله وأئمام من أئمة الزاهدين: أطلق وجهك، كف أذاك، ابذل نداك. هذه الأخلاق. هل تستطيع أيها الحبيب أن تغير أخلاقك حتى تتغير حياتك؟ يا أخوان والله الأمر سهل، تتخذ القرار الآن، اتخذ القرار، اللي في قلبك من الغل أخرجه، وإذا غضبت ففارق المكان، وأكثر من الدعاء: يا رب غير أخلاقي. اقرأ في سير العظماء، اقرأ في سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، وأبشرك أن الأخلاق تتغير. اللي ما يتغير لونك، اللي ما يتغير صورتك، اللي ما يتغير خلقك، أما أخلاقك فوالله لو إنك اتخذت القرار ليتغيرن أخلاقك. أحبابي، عمر بن الخطاب قبل الإسلام كيف أخلاقه؟ أخلاق الجبارين، كان جبار، كان التهابه مكة، كان يخافه كل أحد، حاد الطبع. ولما أسلم الدموع تسترسل، حتى قيل أنه عليه رحمة الله من الرحمة عليه رضوان الله من الرحمة التي أورثه الإسلام في قلبه الذي يصفه قبل إسلامه، يقول: كان أبيض مشرب بحمرة، أبيض مريء نظر. واللي يصفه بعد خلافته قالوا: أسمر اللون آدم البشرة. السمار وين جاء منه؟ من الجوع. والسمار جاء من وين؟ من حياة القلب، فكان لا يريد أن يشبع وأمة محمد فيها جائع. ما الذي أعطاه هذه القوة في الأخلاق؟ كان في عينيه أو في خديه خطين أسودين من البكاء.
مع أنه خرج في صباح يوم قبل إسلامه يريد قتل محمد، تعدلت أخلاقه لما دخل الإيمان قلبه. والله إننا جميعاً نستطيع أن نغير أخلاقنا. تذكر يا أخي في عظم أجري اللي أخلاقه حسنة، يا أخي مع زوجتك، أحدهم لما سمع محاضرة في الأخلاق أخذ امرأته وكان بينه وبينها شر، يهجرها من الكلام ويهجرها في الفراش ويقذع الكلام لها ولا يسميها إلا بأقبح، يصفها بأقبح الأسماء والكنى. فلما تغيرت أخلاقه خافت منه، قال بروح أنا وياك المكة، قالت بسم الله علي منك. زوجته تخاف منه لأنه كان هادم اللذات قبل. قال أبشرك أني استقمت. قالت ها أنت هذه لحيتك من عرفتك، أنت ما حلقت لحيتك، لكن مشكلة مين في لحيتك وثوبك، مشكلة أنها في أخلاقك. قال أقول لك استقمت أي تعدلت أخلاقي. فذهب بها إلى مكة، يقول فلما طفنا ووقفت أمام الملتزم أدعو، فكنت أقول له وأرفع صوتي اللهم اللهم إني راض عنها فارض عنها، اللهم يا رب اجعلني خيرا زوج لها. يقولوا هي ما تقول آمين وتبكي. قالت والله أني ناوية ذا العمرة لك، مع أنه ما يجوز لكن أنا منحبها، أحبك لكن أنت ما خليت للحب مكان، كل ضلع من ضلوعي تحطيت فيه مكوى، يا أبو فلان أنت أغلى من يمشي على الأرض بس ما عندك ترجمة على الصامت دائم الله يجزاه خير. يقول فلما ترجمت لها معاني الحب وتغيرت أخلاقي والله إني عشت سعادة. يا شيخ أثرنا يا الرجاجيل عميان اللي أخلاقنا سيئة، يا أخي هي فيها خير لكنها كالقط الذي حجر في زاوية، تقدم هي تصوي وهو يومي، فما هو لا أمنة هي ولا أمنته، وهي طلعت مسكينة خائفة. فقال فعدت فعادت إلي الحياة من والله إن من شرار الأمة ولو كانوا أكثرهم طاعة ومن المفلسين يوم القيامة، المفلسين في الجانب الأخلاقي، إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وصدقة، ولكن يأتي قد شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، حط سوء الأخلاق كله، فينقض الغرماء يأخذون الحسنات، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه. يا أخوان خلنا نتخذ القرار الآن، ابتسم يا أخوان، مو صعب، ابتسم في وجه كل أحد، حتى بعض الناس يا أخي تسلم عليه وهو تقول شارب الله سط الليمون، يا أخي بل يضيفك وهو يقول قم على عشاك، اسأل الله حاد الطبع قوموا على عشاك، يا أخي ريح شوي الله، لا تخلينها تغص بطعامك، يا أخي لين شوي الكلام، إن اللسان العذب والوجه الطلق من علامات أيها الأحباب أن هذا يعيش في جنة. ترى السكر والضغط والكوليسترول ما جاء بعضنا، بعض الرجاجيل من حرارة فيه لو تحط عود كسرة عود على رأسه طيب الجماعة كلهم، يطبخ دائم دائما عجل دائما لا يعذر دائما من حوله لا يأمنون جلوسه معهم. لين الطب، أطلق وجهك واسمع أيها الحبيب، اللهم يا ربي حسن أخلاقنا. اسمع أن واعلم أن لا يمكن أن تقول أن قلبي نقي وأخلاقي جميلة وأنت لست طلق الوجه، لأن بعض الناس حقود ولا لا، ويتغير وجهه من عند كل المواقف. أركب السيارة بعض الناس أسأل الله العافية من يوم يركبه يلعن المسلمين كلهم ويتحسب عليهم ويدعو عليهم، ما يوصل المشوار إلا وقد لعن 20 لعنة، واللي عند الإشارة وإذا اللي يمشي بشوي، وأن تطلع عن الخط الله يفعل، وأنت والمرور مخطين والبلدية ما فيها خير، وكل ما سلم أحد فأبهى منه، كأنه يقول ترى ما في أحد لنا، وأنت اللي ضايع الله يعظم أجرك، أنت بس ما تدري ليت عندك مراية تشوف وجهك. بعضهم إذا غضب لو توريه وجهه قال أعوذ بالله من وجه ذا، من هو وجهك الله لا يهينك، غيره وأطلقه، فإن الإنسان قادر على أن يغير أخلاقه. أليس الخلق يبلغ درجة الصائم القائم، يبلغ مجلسا بجوار محمد اللهم صل عليه، أليس الخلق هو أثقل ما يكون في ميزانك، أليس هو أكثر
يا أخوان ما يدخل الجنة. فلماذا؟ البر، البر اسم عام لكل عبادة فيها بر ونفع. قال: البر حسن الخلق، جمعها كلها. قال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. تصدق على الأغنياء، تصدق، فإن الغني يجوز له صدقة واحدة وهي أن تتبسم في وجهه. فلماذا لا تطلق وجهك؟ أخرج من قلبك الغل حتى يصفى وجهك، طلع من قلبك. والله يا أخوان ما عجزنا من الابتسامة إلا أن عندنا في صدرنا سجناء ساجنين 15 مسلم ولا 20 مسلم، طلعهم من صدرك حتى ترتاح. هذا ما يسلم عليه، وذا ما يهاجره، وهذا نعم حاسده، وهذا ينتقده، ومدير العمل ما يفهم، ورئيس خول، وذاك ما أسأل الله من بقى. الله يرحم والديك، طلعهم من صدرك حتى تضيء وجهك. ما تلاحظ أن بعض الناس لا تعرفه لكنك تحبه، وبعض الناس تعرفه لكنك تقصيه. حسن أخلاقك، فإن الله إذا أمر ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بحسن الخلق إنما يأمر بشيء نستطيعه. هل ممكن يا أخوان أن يأمر حبيبنا صلى الله عليه وسلم بأن يحسن أحدنا خلقه وإنما نقدر؟ الله خالقنا لا نتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هو قرار نتخذه. ويا أحباب أختم فأقول: هل أنت تحب محمد عليه الصلاة والسلام؟ اجتمعت في روضة من رياض الجنة تتحدث عن سيرته وتتحدث عن شمائله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا كنت تحبه فإن أصدق صورة في الحب هي الاتباع، هي الاتباع. أحبابي، بعض أبنائنا يؤنون لأن ما مدحناهم وما حسنا أخلاقنا. من اللي حسن أخلاقه معهم؟ مروجين المخدرات وأصحاب الفجور والشهوات. بعض أبنائنا العب عليه رفيق سوء، قال أنت أسد، وأبوه يقول أنت حمار. أروح مع اللي يقول أسد واللي يقول لي حمار. بعضنا ضرب زوجته حتى صار شر الأمة إلى خيرها بدعوى أنه يؤدبها، مع أن الحبيب قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي آخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حسن أخلاقك مع جيرانك. الحبيب قال لامرأة صلاتها كثيرة وطاعتها كثيرة لكنها تؤذي جيرانها، أي أخلاقها سيئة، قال: لا خير فيها، هي في النار، هي في النار، أعوذ بالله من النار. فاتخذ القرار، قرار المحبة، لأن المحبة اقتداء وتأسي أن نحبه عليه الصلاة والسلام. والله ما انتقم لنفسه يوم، وما ضرب بيده تأديبا لأحد يوم، وما رآه أحد من أصحابه إلا تبسم في وجهه، وكانت يده عطرة، وكان وجهه وضيء بأبيه وأمي. يعود المرضى، يجالس الفقراء، ينام على التراب، ينام على الحصير، كل الناس يستطيعون أن يأتوا إليه، وكل الناس يسارونه. فلا تبعد الناس عنك بهذه الأخلاق القاسية، وعليك بالكفارة. اللي خربنا معهم الوضع نرجع إليهم ونعتذر منهم، وإن كانت مظالم نردها، وإن كان حزم. وله يا أحبابي، مهو بعيب أني أعتذر من زوجتي، وله بعيب أني أعتذر من جاري، وله بعيب أني أعتذر من ولدي. نعم ولدي، وأقول: وأنا أبوك، والله أني ضربتك وقسوت عليك، والله أني أنا أتألم لهذا. فعسى يا أبوك ما أثرت ذلك في نفسك، بيقول لك: يا أبوي يا تاج راسي لك اللحم والعظم. ينشرح أقول لبعض الناس: يا أخي ليه ما تمدح عيالك؟ لماذا لا تقبل رؤوس بناتك؟ قال: حب بنتي راسها، حبها برص. ليه؟ قال: أنا البنت إذا عرست تنزلع بس، والله أنها إذا جت للبيت بشنطتها أني يتعوذ بالله من الشيطان عسى به مطلقة. قلت ليه؟ حتى تتخلص من بنتك. حبيبنا تزوجت بنته، فلما أتت تسأل عنه وقيل له في ذلك، ذهب ما انتظر الفجر يخرج، ما انتظر الصباح يخرج، ذهب وزارها في الثلث الأخير من الليل، وطرق الباب، واستيقظ علي وقال: أنا إيمان؟ الرسول يقول: نايمين؟
ما ظن أن أحدا في آخر الليل ينام، يعني يدلهم على قيام الليل. فجلس الحبيب وين؟ جابوا له مركة كرسي؟ لا، جلس على فراشيهما بينهما. يا سلام، شوف جلسة الأب الجثث. قال: أتيت يا فاطمة تسألين؟ فاستحيت، استحت البنت من أبوها. قال علي: نعم، علمت أنه قد الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه بعض السبي أو بعض الأسارى وهم أرقاء، أرادت أن يرسل لها جارية تخدمها. قال: فقد أذهب الرحى محاسن يدها. يعني يا رسول الله، ترح الرحى والزربة على ظهرها أفسدت محاسن جسدها، هذا هو الأب الرحيم. قال: أولا أدلكما على خير من ذلك، إذا آويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، هذا خير لكما من خادم. اللهم صل على محمد. انظر رحمته وأخلاقه مع أبنائه وبنياته. هل نكون ذاك الرجل الذي وضع محمدا قدوته عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما أرجوه. توقف معي وهو قادم عليه الصلاة والسلام من جبل حراء أو من غار حراء، وأتى وهو يرتجف خائف، فإنه رأى جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته الملائكية، وغطه وأمره وأرسله، ثم أتى خائفا. فماذا قالت امرأته، المرأة الصالحة؟ انظر، وهذا دليل على أن صاحب الحسن الخلق لا يمكن أن تزل به القدم أو أن يسقط، وكما قال العرب: الكريم إذا سقط وجد متكئا. فلما رأته خائف: زملوني. قالت رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله. الله أكبر، والله ما تخزى. لماذا لا يخزى؟ لما تعلم بعد أنه نبي، ما تدري هو نبي أو رسول، لكنها رأت أنه لا يوجد في مكة، بل هو في الحقيقة لا يوجد في العالم أصدق ولا أفضل ولا أحسن من أخلاق هذا النبي، لكنها لا تعلم بنبوته. والله لا يخزيك الله، المرأة صالحة والزوج هو صفوة الخلق وخير المرسلين. قالت: إنك لتصل الرحم، إنك لتكسب المعدوم، إنك لتعين على نوائب الدهر. ولذلك تكسب المعدوم، تعين على نوائب الدهر، تكرم الضيف. هذه الخصال لمن؟ كان يفعلها صلى الله عليه وسلم لأن الله اصطفاه، ومن اصطفائه له أن هداه إلى هذه الأخلاق. ولذلك صاحب الخلق الحسن لا يضيق به يوماً من الأيام ذرعاً بالدنيا، لأنه قد قدم بين يدي كرب الدنيا وضيق الدنيا أخلاق العظماء. إذا نوى نية صالحة فوالله لا تضيق. كما أنك تكرم الخلق الله يكرمك. ولذا تعرفون الرجل الذي كان يداين الناس ويرسل غلمانه، والحديث صحيح، كان يقول لغلمانه: إذا رأيتم معسراً فأنظره. لما؟ عل الله أن ينظرنا. شوف الأخلاق العظيمة، مع أنه قادر أن يأخذ حقه. ولو أنه سجن صاحب الدين المدين، لو أن الدائن سجن المدين في حقه لما كان ظالم له، لكن هذا من أخلاقه يقول: لا تضيقوا على عباد الله، إن كان معه شيء فيعطينا، ما عنده شيء فأنظروه. فلما مات أنظره الله وقال جل وعلا: نحن أحق بذلك منك، فكان طريقه إلى الجنة. لذا معاشر الأحباب، عندما سئل الحبيب عن أهل النار قال: كل عتل جواظ مستكبر، قاسي القسمات، بخيل مترفع على عباد الله. هذه مؤهلات، عياذا بالله، من مؤهلات دخول النار. وعندما سئل عن أبغض الرجال إلى الله، أبغضهم ولو كان أكثرهم صلاة ولو كان أكثرهم صدقة فالله يبغضه، في الحديث الذي رواه البخاري عن أمنا عائشة
قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، ذاك الحاد في خلقه، القاسي في طباعه، كثير الدعاوى، يلحن فيها ويفجر في الخصومات، هو شر الناس. لذا أحبابي نتحدث عن صورة الإنسان الداخلية، صورتنا الخارجية جميلة، وترى بعضنا يمدح بر البيت يمدحونه ونعم بابو فلان، لكن من يوم تعدى الباب الأوسط من بيته ويتجاوز الصالة إلى الغرف الداخلية يقذف ويرمي ذاك القناع، ويدخل بأخلاق ليست بأخلاق المؤمنين الكمل، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا، مع أنه أيها الأخيار الصلاة من الدين، والصدقة من الدين، وقيام الليل من الدين، وكل الأعمال والبر كله أبوابه، البر حسن الخلق جمعه الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء أن للإنسان صورتين: الصورة الظاهرة للناس، وهذا جميعنا يحسنها، ما طلعنا الآن للمسجد إلا قد لبسنا ثياباً حسنة وتطيبنا وطيبنا الأردان بما عندنا من الطيب، وها نحن بعضنا لو المرزام خربان ارجع يكويه حتى يكون أمام الناس صورته جميلة. هذه الصورة الظاهرية، الله وجل الله لا ينظر إلى صورنا. الصورة الباطنة هي أخلاقك، الصورة الداخلية هي أخلاقك. ولذلك كان خلق المؤمن إذا كان خلقاً قرآنياً يبلغه هذا الخلق درجة الصائم القائم، مع أنه لربما ما صام ولربما ما قام، لكنه جاهد نفسه. ولا أخفيكم أني سأتحدث عن الأخلاق مع اعترافي أنها من أشق المطلوبات في الحياة. واحد له 30 سنة مكشر مقطب الجبين، يريد أن يغير خلقه إلى أن يكون كرسول الله عليه الصلاة والسلام طلق الوجه، ألا يعيش دورة مكثفة شاقة حتى يكون من أهل الوجوه الطلقة؟ بلى، يحتاج إلى هذا، ولذلك تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى جهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هل أخلاق الإنسان الحسنة؟ الحسود هل أخلاقه حسنة؟ المبغض، المتكبر، المرائي، والله ليس له في بوابة الأخلاق نصيب. ولذلك أمره الله في بداية دعوته أن يطهر ثوبه أي قلبه. ونقولها للجميع، والله ما ينجح زوج في داخل أسرته حتى يطهر قلبه، ولن ينجح ابن داخل أسرته مع أبيه ومع أمه حتى يطهر قلبه، ولن يسير الإنسان سيرة حسنة إلا بقلب طاهر نقي. فإذا غسلت ثوبك فتذكر قلبك، فإن الله ينظر إلى القلوب قبل أن ينظر إلى الأعمال. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً. اللهم لا تجعل بيننا شقياً ولا محروماً، وحسن أخلاقنا وخلقنا، واختم بالسعادة آجالنا، وارزقنا جيرة نبينا وصحبته، ومن يده الشريفة شربةً لا نظمأ بعدها أبداً يا رب العالمين.